صباح الفل عليكم شباب وشابات ثانوية عامة، معاكم ترينر جورج صبحي مؤسس كورسات Perfect English لكورسات اللغة الإنجليزية. صباح الجمال عليكم يا شباب، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض المحاضرة رقم 3 في كورس جرامر الثانوية العامة. قبل ما ابتدي معاكم المحاضرة عايز افكركم بحاجة مهمة. الكورس اللي انا بقدمه ده مش بقدمه لثالثة ثانوي بس، طلبة اولى ثانوي وتانية ثانوي كانوا دايما بيبعتولي رسائل خاصة على اليوتيوب تشانل او على قناة التليجرام وبيطلبوا ان احنا نعمل لهم حاجة مخصوص لهم. في الحقيقة كورس الجرامر ده هيكون بيخدم على المرحلة الثانوية بالكامل، يعني لو حضرتك في ثالثة اعدادي حتى او في اولى ثانوي او تانية ثانوي او ثالثه ثانوي، مجموعه الفيديوهات اللي هنكون بنقدمها في كورس جرامر الثانويه العامه ككورس تاسيسي للجرامر، اي حد ضايع، اي حد متلخبط، اي حد مش فاهم ايه رايح فين وايه جاي منين، كورس الجرامر ده هيكون كونستراكتيف، هيكون شامل وهيكون فيه كل حاجه تخص المنهج بتاعكم وكمان اكتر من بره المنهج. لو ناخد بالنا ان الامتحانات دلوقتي ما بقتش بتيجي من المنهج، مفيش حاجه اسمها منهج. فبالنسبة الأولى وتانية وتالتة ثانوي حضراتكم لو تابعتوا الكورس ده إن شاء الله هيحصل طفرة في المستوى اللغوي بتاعكم. مش بس كده، لو حضرتك خلصت ثانوية عامة، بالنسبة للشباب اللي في تالتة ثانوي إن شاء الله السنة دي وهيسيبونا ويروحوا جامعة، هتلاقوا الكورس ده دايما بيعمل لكم بنى للمعرفة بتاعة الكلمات ومعرفة الجرامر بتاعتكم. بس أنا هركز في الكورس ده على الجرامر، في كورس تاني للكلمات ان شاء الله احنا شغالين فيه، فخليكم معانا على القناة وان شاء الله هتلاقوا دايما كل جديد وتستفيدوا. في المحاضرة الأولى أنا عملت أوفر فيو عن منهج الثانوية العامة لتالتة ثانوي، ووضحت إن الوحدة الأولى مثلا فيها أربع أزمنة اللي هي أزمنة الباست، الباست سيمبل وكونتينوس وبرفكت وبرفكت كونتينوس، ووضحت إن الوحدة الثانية هيكون فيها أزمنة البرفكت اللي هو بريزنت بيرفكت وبرفكت كونتينوس. ولكن هل ده معناه إن حضراتكم كثانوية عامة تالتة ثانوي أو حتى أولى أو ثانية مطالبين بالست أزمنة دول بس؟ في الحقيقة لا، حضراتكم مطالبين بكل الأزمنة. لو حضرتك ما شفتش الحلقات اللي فاتت خش شوف الحلقة الأولى والتانية من كورس جرامر الثانوية العامة قبل ما تتفرج على الحلقة رقم 3. المحاضرة رقم 1 أنا شرحت فيها overview عن منهج تالتة ثانوي وكمان اديت فيها الـ present simple. المحاضرة رقم 2 شرحت فيها الـ present continuous. بنحاول إن المحاضرات تكون صغيرة بحيث إنها تبقى سناك، ما تتعبكوش في المذاكرة وتقدروا تاخدوها بسرعة، يعني 10 دقايق ربع ساعة كده في السريع. النهاردة هشتغل معاكم درس مهم اسمه stative verbs. الستيتيف فيربس ببساطة بيلخبط ناس كتيرة وبيخلي ناس كتيرة مش عارفة ايه جاي منين رايح فين، لما له علاقة بالبريزنت سمبل والبريزنت كونتينوس. عشان ما اطولش عليكم ما تنسوش الاول تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ويلا بينا على البورد عشان نبتدي درس النهاردة يا اولاد. اسمه ستيتيف فيربس. خلينا متفقين حاجة، انا عندي الافعال بتتقسم لنوعين. طبعا يعني انا بشرح الحته بتاع الدرس النهارده بس، يعني لو انا هوصل لكم من يعني برسبكتيف اعلى شويه هيبقى الموضوع فيه تفاصيل اكتر، بس انا مش عايزكم تتوهوا. فخلينا في الحته دي، احنا عندنا حاجه اسمها دايناميك فيربس او اكشن فيربس بتتسمى كده او كده، وعندنا حاجه اسمها ستيتيف فيربس. اوكي كده، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ده اللي انا هكون بشرحه دلوقتي، بس خليكم فاكرين الشكل ده عشان هنحتاجه في اخر المحاضره. قال لك الستيتيف فيربس دي مجموعه افعال ليها علاقه بالستيت، بالحاله. فالنوع الاول منها افعال الايموشن. ايموشن يعني عاطفه. اوكي، مثال اقول مثلا لايك، اقول لاف، اقول هيت، اقول ديسلايك، اقول prefer. الافعال دي تيجي فين؟ قال لك دايما تيجي في السمبل تنسز. خليكم فاكرين الملحوظه دي لانها مهمه قوي، سمبل تنسز مش present simple بس. دي هتفهموا الجمله دي او الكلمه دي لما نخلص ال 12 زمن، بس خليكم فاكرين انها بتيجي في السمبل ما بتجيش في الكونتينوس لو كانت ستيتيف. مثال اجي اقول لك مثلا I like Egypt. Now حتى لو في now، انت اول ما حضرتك تشوف الجمله دي تقول لي ايوه now دي كي وورد للبريزنت كونتينوس، يبقى هقوم قايل I am liking. مظبوط يا مستر؟
هقول لك لا مش مظبوط، الإجابة غلط. طب إيه الإجابة الصح؟ قال لك I like. تقول لي ليه؟ أقول لك عشان ده state of verb، بيجي في السمبل ما بيجيش في الكونتينوس. مثال كمان، she prefer sleeping to watching TV. فانت تقوم جاي تقول لي ايوه انا عرفت الاجابه، sleeping ing watching ing، يبقى دي اكيد هتكون ing، يبقى she is preferring، صح كده يا مستر؟ اقول لك للاسف الاجابه غلط. غلط. امال ايه الصح؟ she prefers sleeping to watching TV. ليه؟ اقول لك اصل ده ستيتيف، ده فعل من افعال الايه؟ الايموشن، العواطف. يبقى اي حاجه فيها عواطف، يحب يكره يريد الكلام ده كله، هيجي ايه؟ ستيتيف. وبما انه ستيتيف هيجي في السمبل تنسز، يبقى هيجي في البريزنت سمبل مش هيجي في البريزنت كونتينوس. ده النوع الاول اللي هو الايموشن. يلا بينا على النوع الثاني. رقم اثنين، قال لك الافعال اللي ليها علاقه بالافكار، بالاندرستاندينج and opinion. يعني لما اقول I think، I believe، I doubt، I understand، مثلا I recognize، I know، وهكذا. الافعال دي افعال ايه؟ stative. طب تيجي فين؟ تيجي في السمبل. ندي مثال، I A not believe you. فأول ما تشوف الجملة دي تقول لي أيوة أنا مش مصدقك، ده فعل continuous، يبقى I am not believing you، صح كده؟ لا غلط، الإجابة دي مش مظبوطة. طب إيه اللي مظبوط؟ أقول I don't believe you. ليه؟ لان انا بتكلم في البريزنت سيمبل مش في البريزنت كونتينوس. تمام، نفس القصه على داوت، نفس القصه على اندرستاند. يعني اقول اي داوت وات شي سيز، انا اشك في اللي هي قالته. اي دونت اندرستاند وات يو سي، انا مش فاهم اللي انت بتقوله. اي كانت ريكوجنايز يو او اي دونت ريكوجنايز يو، انا مش قادر اتعرف عليك. اي دونت نو وات يو مين، يعني انا مش عارف انت تقصد ايه. كل دي نماذج للنوع الثاني اللي هو بتاع الاندرستاندنج اند اوبينيون. يبقى انا عندي النوع الاول بتاع الايموشنز اللي هو العواطف، والنوع الثاني بتاع الاندرستاندنج اند اوبينيونز اللي هو الفهم والايه، او الحاجات اللي ليها علاقه بالافكار والحاجات اللي ليها علاقه بالاراء. تعالوا نروح للنوع الثالث. النوع الثالث قال لك الحاجات اللي ليها علاقه بالسنسز اللي هي الحواس. يعني لما اجي اقول لوك، سيم، ساوند، تيست، وهكذا، ده في حاله انه ايه؟ ستيتيف فيرب. وانا هشرح في الاخر الفرق بين الستيتيف والدايناميك، بس خلينا بس ايه في الحته دي. ندي مثال، يعني اجي اقول لك مثلا يو اي هاندسوم توداي، فاول ما تشوف توداي تقول لي ايوه توداي دي واحده من الكلمات الداله على البريزنت كونتينوس، يبقى يو ار لوكينج. مظبوط كده يا مستر؟ اقول لك للاسف غلط، لان هنا معناها لوك يعني يبدو عليك، فيبقى يو لوك هاندسوم توداي يعني يبدو عليك، لان ده ستيتيف. مثال كمان، the cake is delicious. الكيكة طعمها حلو. طب طعمها تقولي is tasting، اقول لك لا اسف، the cake tastes delicious، وهكذا. ده كده النوع التالت. يبقى النوع الاول هو المشاعر، النوع التاني الافكار والاراء، النوع التالت الحواس. تعالوا نروح على النوع الرابع. النوع الرابع افعال الملكية اللي هي البوزيشن. يعني لما اقول have و possess و own و belong to، ماشي كده؟ ندي مثال، I a a car now. زمان ما كانش عندي عربية ودلوقتي عندي عربية، فبقول لك انا عندي عربية، فتقول لي ايوه في now، يبقى اقول I am having. مظبوط يا مستر؟ اقول لك للاسف غلط، الاجابه المظبوطه I have a car now. ليه؟ لان ده ستيتيف. have هي possess، يعني ممكن اشيل have واكتب I possess a car او I own a car. تمام كده؟ طب ايه اخبار belong to؟ قال لك belong to بتبتدي بالحاجه الاول،
يعني اقول this car belong to me، العربية دي بتاعتي. فتقول لي ايوه this car is belonging، اقول لك اسف الاجابة المظبوطة this car belongs to me. واضحة كده؟ يبقى انا عندي النوع الاول المشاعر، النوع الثاني الافكار والاراء، النوع الثالث الحواس، النوع الرابع افعال الملكية. تعالوا نروح للنوع الخامس. النوع الخامس ده بتاع الميجرمنتس اللي هي القياسات. يعني مثلا لما اتكلم على الوزن مثلا فاقول ايه؟ هقول واي. ندي مثال، انا وزني 100 كيلو مثلا، فاقول اي واي 100 كيلوغرامز. ما بقولش اي ام weighing، ده ليها علاقه بالايه؟ بالميجرمنتس، بالقياسات. يعني اي حاجه فيها وحده قياس هقوم واخد فيها ايه؟ هاخد السامبل تنسز، مش هاخد الكونتينوس تنسز. ده النوع رقم خمسه. النوع رقم سته هقوله بسرعه كده، هو شويه فرايتيز اهمهم يعني فيرب تو بي. اهمهم يعني بقول اي ام ان انجينير، ما بقولش اي ام بينج. لو قلت اي ام بينج ان انجينير دي اجابه غلط، انما دي الاجابه الصح. يبقى انا عندي ست انواع للستيت اوف فيربس. طب ايه الفكره بقى ان ممكن يجي الفيرب نفسه ستيتف او اكشن؟ تعال اشرحها لكم في السلايد اللي جاي. في ملحوظه مهمه جدا يا شباب ابتديت بيها المحاضره لما قلت لكم ان الافعال الفيربس دي ممكن تكون اما ستيتف او اكشن، وقلت هبقى اوضحها لكم في اخر المحاضره. تعالوا نفهم. فعل زي think مثلا، think ممكن تيجي بمعنى ايه؟ ممكن تيجي بمعنى يعتقد، وممكن تيجي بمعنى يفكر، صح؟ طيب لو هي يعتقد هتبقى ستيتف، هتبقى هنا. لو هي يفكر كده بقت اكشن، هتبقى هنا. طب لو هي ستيتف لازم تكون سيمبل. طب لو هي اكشن ممكن تكون سيمبل، ممكن تكون كونتينوس، على حسب الجملة نفسها. ندي مثال، لو أنا بقول مثلا I think you are smart، أنا أعتقد إن أنت ذكي. think هنا بمعنى أعتقد، لازم تيجي سمبل. طب لو أنا جيت هنا في الأكشن think إن هي فكر، فممكن أقول I often think at night، أنا عادة بفكر بالليل، النهار ببقى مشغول. أنا هنا بتكلم عليه فكر، بس لأني جايبها عادة I often، فقمت جايبها في السيمبل. طب ينفع تيجي continuous؟ قال لك آه I am thinking about the problem now. واضح كده؟ كده أنا خلصت شرح الـ state of verbs. تعالوا نروح لإكسرسايز صغير بناء على اقتراح واحد من زمايلكم، قال يا مستر نبقى نعمل كويز صغير في آخر المحاضرة كتدريب لينا، يلا بينا ناخد الكويز. يلا بينا على الإكسرسايز يا شباب، وما تنسوش قبل ما تحلوا الإكسرسايز لو حضرتك لسه ما اتفرجتش على الحلقة رقم 1 و2 روح اتفرج عليهم وبعد كده نحل الإكسرسايز الصغير ده مع بعض. وإن شاء الله في المحاضرات اللي جاية هعمل لكم إكسرسايزز كتيرة جدا تخص المنهج بتاعكم ومن خارج المنهج، وهحط لكم لينكات لإكسرسايزز كتيرة برضو خارجية لو قابلتكم حاجة وفيها مشكلة بالنسبة لكم تقدروا تكتبوا لنا في التعليقات وهرد عليكم على طول. يلا بينا على البورد. الجملة رقم واحد بتقول إيه؟ I understand English well. أنا هنا بعمل إكسرسايز على الـ state of verb. يعني أنا السؤال الأساسي بالنسبة لي، هل الفعل ده state of ولا الفعل ده action؟ ده فعل حركة ولا ده فعل state حالة؟ طب understand ده واحدة من أفعال الـ thoughts and opinions، يعني واحدة من الأفعال اللي ليها علاقة بالعقل. طب understand دي بتيجي إيه؟ قال لك بتيجي سمبل. يبقى I understand English well، أنا بفهم إنجليزي كويس. Number 2 she a look tired today. السؤال هل look بمعنى يبص ينظر ولا look هنا بمعنى يبدو عليه؟ لا بمعنى يبدو، يبقى she looks tired today، هتيجي في السامبل مش هتيجي في الكونتينوس. Number 3 I a not have any children. هل هنا have بمعنى يمتلك ولا بمعنى action زي لما اقول have a sandwich او have a bath؟ لا طبعا انا هنا بتكلم عليها بمعنى يمتلك. طب يمتلك دي من افعال الستيتيف والستيتيف بتيجي في السامبل، يبقى I don't have any children. Number 4 they adore football very much. هنا في اف ناقصه معلش.
يبقى they adore football very much. طبعا they adore. Adore يعني يعشق. ودي واحدة من أفعال المشاعر. والمشاعر بتيجي في السمبل ما بتجيش في الكونتينوس. رقم 5. Lucy A seem gorgeous today. تقول لي أيوة في today يبقى ده present continuous. Gorgeous يعني very beautiful يعني جميلة. لا طبعا هنا يبدو عليها يبقى she seems gorgeous today. آخر جملة في فيديو النهاردة. What A think you about the lecture. طبعا what do you think ولا what are you thinking. Think هنا بمعنى يعتقد ولا بمعنى يفكر؟ لا بمعنى يعتقد. طب يعتقد دي stative verb ولا action verb؟ لا stative. يبقى what do you think؟ طبعا دي هتتشال. About the lecture. ايه رأيك في المحاضرة؟ طبعا يا شباب هنتظر تعليقاتكم تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب وتقولوا لأصحابكم على الفيديو. ولو قابلكم اي حاجة مش فاهمينها او محتاجين تستفسروا عنها في قناة التليجرام هحط لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو. ممكن تتواصلوا معايا بشكل مباشر او تكتبوا لي التعليقات تحت الفيديو وهرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. لو اول مرة تشوفونا من فضلكم ارجعوا شوفوا الفيديوهات اللي فاتت هتلاقوها ماسكة اجزاء مهمة جدا من المنهج بالتتابع. وانتظروا الفيديوهات الجديدة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان لما ينزل فيديو جديد يجيلكم نوتيفيكيشن. هشوفكم في الفيديو الجاي.